أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار أنه سيتم اعتبارا من الغد تسليم 3456 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة. هذا وناشد جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر الجديدة المواطنين الفائزين بالوحدات الالتزام بالمواعيد المحددة، وذلك مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامة عند الحضور. نتابع المزيد حول هذا الملف مع ضيفي المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة. أهلا بك باشمهندس. أهلا بك. حدثنا عن هذه المبادرة، الأصداء التي لمستموها من هذه المبادرة خاصة في هذا التوقيت، يعني يستفيد منها الكثير من المواطنين محدودي الدخل. ما العقبات التي واجهتكم؟ ما نسب الإنجاز في هذه المشروعات التي تضمنتها هذه المبادرة؟ هي مدينة أكتوبر الجديدة ليها نصيب كبير من سكن لكل المصريين بالسكن الاجتماعي. احنا عندنا أكثر من 75,000 وحدة سكنية بننفذها، منفذين في تنفيذ تنظيف فدان أكثر من 42,000 وحدة سكنية، مسلمين أكثر من 25,000 وحدة سكنية للسكان، ودي من ضمن المبادرة إن احنا بنسلم السكان شقة كاملة للتشطيب تحت 90 متر، ثلاث غرف في صالة، وان شاء الله في 3456 وحده جاهزين للتسليم، نبدا من غدا حتى اول اغسطس ان شاء الله. طيب سيد محمد، حدثنا عن التكلفه الاستثماريه التي قامت عليها هذه المبادره. طبيعي طبعا احنا مدعمين الكلام دوت، حضرتك العميل او المواطن ما بيدفعش غير المطلوب منه فقط للتمويل العقاري طبقا لصندوق الاسكان الاجتماعي، اما الدوله فبتبقى مدعمه الكلام دوت. احنا اخر طرح كان تكلفه الوحده لا تقل عن 62,000 جنيه. 62,000. ماذا عن الخدمات التي ستوفر للسكان؟ هل من خريطه بعينها تم وضعها لهذه الخدمات؟ جميع الخدمات احنا بادئين فيها بالتوازي مع الشغل اللي احنا بنشتغله. موجود عندنا المدارس، عندنا موجود النوادي الاجتماعيه، عندنا موجود ملاعب مفتوحه وشغاله، عندنا حضانات، عندنا كافه الانشطه، مسجد الكنيسه موجود، كل الانشطه ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا ضيفي مهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنميه مدينه 6 اكتوبر الجديده، شكرا لك على هذه المداخله.